السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد معكم سمية من قناة ويد مايا ماياسو. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، لأن غادي نحاول نتقاسم معكم جميع المعلومات اللي سولتوني عليها في آخر فيديو. كنت طلبت منكم تسولوني أو تطرحوا عليا أسئلة، وفعلا طرحتوا عليا أسئلة وجيت دابا باش نجاوبكم تتمة. الجزء الأول اللي مازال ما شافوش ديال الأسئلة وأجوبة يمشي يشوفوا، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف أو غيطلع لكم في آخر ديال الفيديو. فاش تساليو هذا غتلقاوه في آخر ديال الفيديو. بالنسبة للأسئلة اللي خليت هنايا، هما أسئلة اللي تكررت على المشروع او كيفاش تبداي مشروع صغير من البيت ديالك، يعني بأشياء اللي متوفرة عندك في البيت. تبقاي معايا حتى اخر الفيديو. نبداو على بركه الله. في اول سؤال اللي هو كيفية تحديد رأس المال بالنسبة للناس اللي كاينين غير في المنزل ديالهم وما عندهمش يعني رأس المال، كيفاش نقدر نخرج رأس المال وانا اصلا ما عنديش كيفاش نشيط في رأس المال. اهم حاجة البنات، نحن عارفين يعني الله يحسن العوان، خصوصا في هاد الظروف هادي، يعني الوقت صعبت، الدخل ما بقاش كي كان في الاول، يعني الواحد كيخصو يخرج ويعرف فين يخرج. على هذا الشيء بغيت البنات يتحركوا شي شويه ويحركوا راسهم سخته من الدار. هذا الشيء علاش بديت معكم هذه السلسله ديال كيفاش نبدا مشروع من المنزل ديالي. كيفاش غنحدد المبلغ ديالي؟ اول حاجه من الاحسن انك ديري حصاله اللي هي اللي كنخبيو فيها النقود، وغادي تحطيها عندك كل مره نزل فيها 10 دراهم. مثلا انا باغا المشروع ديالي ولكن خصني نصبر عليه بما وجدت لي واحد راس المال اللي على الاقل 100 درهم او 200 درهم مغربيه، يعني على الاقل خصني ناخذ هذه القضيه هذه كمحمل اللي يخليني نتقدم باريحيه باش نقدر نبدا المشروع ديالي. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يقدروا يصبروا، يمكن لك تبداي غير من دقيق، او خصوصا كنهضر مع الناس اللي غيبداو مشاريع ديال الطياب، بداي غير بالدقيق ديال الدار. يعني خدي لك واحد الكيلو من دارك، خدي لك واحد السكر الزيت اي حاجه خديها من دارك وبداي المشروع ديالك. وداك الفلوس اللي غادي تدخليهم يعني من الفضل ديالك هما اللي غادي تعاودي يعني تضيفي عليهم وتجمعيهم كراس المال. يعني الفضل مع داك راس المال تجمعيهم بجوج باش يولي راس المال. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الناس اللي يقدروا يديروا الحصاله كذلك كتنفع. النقطه الثالثه، الناس اللي عندهم دخل، يعني بحال مثلا تقدري دخلك 1000 درهم ولا هادي، يعني مثلا كنت كنتقدم مثلا 50 درهم الاسبوع، نحاول نشيط منه 10 دراهم ولا 20 درهم ونتقدى غير 30 درهم الاسبوع بما درت واحد المشروع اللي يرد ليا الفلوس ديالي. يعني غنتأزم واحد شي شويه ولكن غير بما حركت المشروع ديالي، يعني بما لقيت لراسي راس المال اللي غنقدر نوقف عليه. هذا بالنسبه للناس اللي باغيين راس مال ولكن ما عارفينش كيفاش يقدروا يخرجوه. هذه بالنسبه للناس اللي كيديروا الاكل. بالنسبه للناس اللي ما غايديروش الاكل، عندهم جوج الحلول، يا اما ديروا قرعه اللي هي دارت، سواء مع الناس جاراتك حباباتك، سواء ب 50 درهم، سواء ب 100 درهم، سواء غير ب 20 درهم، سواء ب 10 درهم، على حسب البودجي اللي عندك، وديري معاهم دارت اللي هي القرعه، وديك الساعات تقدري تاخديها وتبداي المشروع ديالك. هذه من ناحيه الناس اللي ما غيديروش اكل، يعني غيديروا شي مشروع اللي شويه خاصو واحد مثلا 10000 ريال ولا 500 درهم ولا 300 درهم ولا يعني اللي ما قادرش يجمعها. سينو الحل الثاني عنده هو الحصاله، وغتاخذ منه واحد الوقت عاد غيبدا المشروع ديالو، لانه يكون كيحط فيها غير هو راسو، دونك غتاخذ منه واحد شويه ديال الوقت. هنا عطيتكم جوج ديال الاشياء اللي تقدروا ديروا بها راس المال، افكار يعني افكار اللي تقدروا ديروا بها راس المال وانتم مرتاحين. كيفيه تحديد ثمن البيع بالنسبه الى كانوا عندنا الا كانوا عندنا يعني
متوفر عندنا مثلا الدقيق ومتوفر عندنا سنيده في الدار ومتوفر عندنا الزيت، كيفاش غادي نعرفوا حنا ديك الساعه الثمن البيع؟ بسيطه جدا، غتعبري انت فاش كتكوني مثلا هذيك لا غوسيت شحال خدات لك، خدات لك كيلو تاع الدقيق مع مثلا ربع ديال السكر مع كاس ديال الزيت مع كذا. حنا غنشوفوا البيدو ديال الزيت شحال فيه من كاس، باغ اكزومبل بيدو ديال الزيت نقولوا فيه واحد 10 ديال الكيسان ديال الزيت، يعني غيدي لي 10 د المرات هذيك الوصفه. دقيق الخنشه شحال فيها؟ فيها 25 كيلو ديال الدقيق، واخا شحال من كيلو تما كاين، يعني كاين 25 كيلو، كل كيلو غيجي لي هذا العبار هذا قد وقت، يعني غادي نشوف شحال غتخرج لي هذه وشحال غتخرج لي هذه وشحال غتخرج لي هذه، وديك الساعات كنجمع التوتال ديالهم كاملين وكنقسم باش كنعرف شحال الكميات اللي خرجت وبشحال انا غادي نبيع. نتمنى ان الفكره وضحت، يعني واخا كاين عندي في المنزل غادي نحدد ثمن البيع ديالو انطلاقا من الكميه شحال خديت، يعني خديت كيلو مع كاس زيت مع كاس ديال سنيده مع خماره مع هذه مع هذه مع هذه، غنجمع التوتال ديالهم شحال وغادي نحط الثمن واخا كاينين متوفرين عندي في المنزل. يعني ما غادي نحتاج ما غاديش نحتاج نمشي عند مول الحانوت ونقول ليه بشحال هادي وبشحال هادي وبشحال هادي، لا، يعني من ديك الخنشه اللي هي اصلا عندي في الدار غنشوف بشحال شريت 25 كيلو ونقسمها على العدد ديال الكيلوات باش نعرف الثمن بشحال غادي يطيح عليا، وداك الثمن هو اللي غنبقى نزيدو على لي زانغريديون كلهم كاملين باش كنعرف هذيك العجنه كاملها بشحال تقنت عليا بالنسبه للناس تاع الطياف. بالنسبه للناس اللي غيديروا حوايج ولا غيديروا مستلزمات الاكل ولا اي حاجه، كتنطلقوا بنفس الطريقه، يعني كتشوفوا هذيك البياسه بشحال تقامت عليك جمله، تزيدي لي عليها البركه ديالك، فلوس ترونسبور، فلوس هذا فلوس هذا، كتجمعي داك الفلوس كاملهم اللي تقاموا عليك بهم، كديفيزيهم على شحال من بياسه وغتعرفي ديك الساعات انت بشحال غادي تبيعي. بالنسبه للناس اللي سولوني فين نقدروا نلقاو الملصقات اللي كتلصقيهم على لي زومبالاج، لي زومبالاج البنات كاين الناس اللي كيبيعوا لي زومبالاج، بالنسبه للناس اللي محتاجين القراعي ولا محتاجين الكراتان ولا محتاجين لي بوكس ولا محتاجين اي حاجه، كتمشوا عند الناس اللي مختصين بتوفير هاد الطلبيات وكتاخذوا عندهم نتوما بالجمله، يعني شحال بغيتوا، واش 20 واش 30 واش 40 واش 50. وكنصحكم الا كنتوا عاد بادين المشاريع ديالكم ما تانفيستيوش في لي زومبالاج بزاف، يعني بداو غير بلي زومبالاج يكونوا هكا زوينين باش ما تغليوش في المشروع ديالكم ويوصل الماكسيموم تاع الناس. يعني اهم حاجه انكم تقيسوا جميع الطبقات، ما تستهدفوش طبقه واحده باش يكون عندكم توسعوا دائره الربح، ما تكونش دائره الربح محدوده. بالنسبه للافكار اللي بنات اللي طلبوني على افكار مشاريع صغرى، بالنسبه للمشاريع الصغرى بزاف اللي كاينين، ممكن تصاوبوا امنو في الدار، ممكن تصاوبوا لي كونفيتور، ممكن تصاوبوا تبدعوا وتبتكروا في ديروا لي تابوناد، ديروا العسل، تبيعوا هادو بالنسبه للمستلزمات، ممكن تبيعوا نظارات شمسيه هما كيكون لي بري ديالهم ريزونابل تقدروا تبدعوا فيهم. شوفوا نتوما والمحيط ديالكم شنو محتاج وانتم شنو تقدروا توفروا وتضيفوا. ثاني حاجة انتم شنو لاش كتميلوا كتر، ممكن اكل، يعني توفروا طلبيات في الاكل، بحال يكون اختصاص ديالكم الكوكيز ولا يكون اختصاص ديالكم جميع انواع الحلويات، تكون صفحة ديالكم خاصة غير بالكوكيز ولا تكون مختصة غير بالانواع ديال الوافلز او لي غوفر، او لا تكوني مختصة فيهم كاملين او لي بوب كيك او يعني فهادشي ديال الحلويات، او لا تكوني مختصه في الموالح بحال القراشل وداكشي اللي كيتباع ديال الموالح، ممكن تختصي في الكيك ديزاين، ممكن هادو كلهم مشاريع اللي زوينين، ولكن بالنسبه للناس اللي غيديروا الكيك ديزاين او كتحتاج المهاره، يعني تكوني كتقني. بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يتقنوا يقدروا يديروا موالح او بحال هاد المشاريع اللي فايت سبق تبارطاجيت معكم، غتلقاوهم كذلك في صندوق الوصف او في اخر الفيديو، كيفاش ديري لي كوكيز، كيفاش ديري لي ميني كوكيز، ولا كيفاش ديري دوك لي صابلي هكا على شكل فرماج، ولا
ابدعي. يعني شوفي انت والوصفه اللي كتقنيها وحاولي اولا ديري دوك اللي الحالعون اللي كيكونوا هكا في لي بواط. مهم ابدعي. كاينين بزاف، انا عطيتكم افكار، كاينين بزاف ديال الافكار اخرين اللي تقدري ديريهم كمشاريع، بحال السمن، بحال هذا اش كيقولوا ليه، دوك الحاله اللي كيكونوا في لي بواط، دوك لي ديسير، لي كيك، غير كيكات عاديين. والله العظيم الا الناس كيبغوا ماكله دياريه اللي تكون على حقها وطريقه، شحال من وحده تيجيو عندها الضياف على غفله ساعتين قبل ولا ثلاثه السوايع اولا هي خدامه ما مسالياش، دونك تقدري توفري ليها انتيا دي كيك زوينين ودياريين والثمن ديالهم مناسب. البواط كي قلت لك ما تخسروش في لي زومبالاج بزاف. كاينين دوك اللعيبات اللي وريتكم تاع الشوكولاته اللي كيتعمروا بالقهوه من الداخل وكيتعمروا بالنسكافيه، عليهم طلب هائل بزاف الناس كيطلبوهم. ممكن ديري شماع، ممكن ديري مخدات مع هكا وسادات ولا مخدات، هذوك الوسادات اللي كيكونوا ديكوراتيف. تقدري ديري دي بلانت ارتيفيسيال اللي تقدري حتى هو تبعدي فيهم اكثر واكثر. تقدري ديري اي حاجه غي نتيا والبودجي ديالك نتيا و شحال تقدري تحددي في داك شحال تقدري تانفيستي في هذاك البودجي. ممكن ديري كتوبه، ممكن ديري اي حاجه، غير خصك تعرفي درتي المشروع ديالك مزيان وتقيسي الطبقه اللي انتي باغاها وتحاولي من الاحسن الا بغيتي المشروع ينجح تقيسي جميع الطبقات باش ما تقتصريش على واحد البلاصه، حاولي تكوني فاريي باش تقيسي اي حاجه. هادو هما كانوا الاسئله جميعهم اللي طرحتوهم عليا وكنتو بغيتو تعرفوا لي ديتاي ديالهم. نتمنى حتى انا نكون فدتكم بجميع المعلومات وما نكونش بخلت عليكم حتى حاجه. بالنسبه كاينين بزاف ديال الصفحات اللي تقدروا تستافدوا منهم سواء في انستغرام او لا هذا اللي باجين مشاريع صغرى، علاش لا تشيكيو في انستغرام، حاولوا تاخذوا دي انسبيراسيون من عند ناس وحدين اخرين اللي يقدروا يعاونوكم. ما نقولش تقليد ونقول انسبيراسيون، يعني خدي من عندهم افكار فقط، يعني حاولي ما ديريش تقليد لنفس المشروع باش تحاولي توصلي بمجهود ديالك 100%. وثاني حاجه كيفاش تنجحي، سمحوا لي تمشي تسديت معكم، نسيت واحد الحاجه اللي مهمه. بزاف كسولوني ما قدرناش وما عرفناش كيفاش غادي نوصلوا الماكسيموم تاع الناس. البنات قلت لكم شحال من مره حاولوا ديروا دعايات على صفحات سواء في الانستغرام او لا او لا باش توصلوا حتى الناس اللي كيكونوا بعادين، يعني تصيفطوا لهم اونلاين ولا بزاف ديال الحوايج. يعني حاولوا ما تصغروش الدائره ديالكم، حاولوا توسعوها باش توصلوا بزاف ديال الناس. ما شاء الله الوقت تطورات ولا كلشي بالانترنت، واهم حاجه واخا توصلك يوصلك شويه الصهد ديال الفشل ما تستسلميش. اهم حاجه تابري وكافحي، غتوصلي راه حتى حاجه ما صعيباش. وتذكري ان الطفل الصغير فاش كيتعلم الخطوات الاولى ديالو راه كيطيح ويعاود ويطيح ويعاود ويطيح ويعاود حتى كيتعلم يتمشى. لا ميم شوز حنايا، خاص الا بغيتي توصلي عطي شي شويه وتعذبي شي شويه باش توصلي. معليش يعني سافو لوكو، ولكن غتوصلي، يعني مليون في المية غتوصلي. اهم حاجه المثابره لانها تتخلي عندك واحد العزيمه، والراحه راه ما تتنفع شيء. نحاولوا نحركوا ونعطوا راسنا طاقه ايجابيه باش نوصلوا ونوصلوا لراسنا حاجه زوينه. نكون نشيطه واخا في المنزل، واخا ربات بيت نكون نشيطه وكنخدم وكندبر على راسي اهم حاجه. على هادشي غنقول لكم السلام عليكم. كنت معكم اختكم في الله سميه، الى لقاء الى فيديو جديد ان شاء الله بافكار جديده، وان شاء الله غادي نبقى معكم حتى ان شاء الله تكونوا كامله امراه وقادات وتكونوا كاملكم ان شاء الله بالصالير ديالكم، وتجي عندي واحد النهار تقول لي سميه فعلا 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 الفيديو ديالك حمسنا، والفيديو ديالك خلانا نزيدو القدام، والفيديو ديالك خلانا نولو مبدعات ونزيدو القدام ونكونو كرياتيف ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء حتى الفيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش الى كنتو جدادات ابوناو وخلو لي ان بوس بلو علاش لا. السلام عليكم.